نجوى صار اول الحاضرين المحاضره اللي فاتت يعني. كيفكم؟ مساء الخير شباب. هلا شيماء، هلا عزيز. عزيز اللي اول مره جينا. عزيزة يا عارف المحاضرة رقم 8 أول مرة تجينا. هلا مرحبا. هلا نواصل من قطع الحديث عشان ما نستهلك الناس يعني. نحن بدأنا الوحدة الرابعة. هلا مرحبا نجوى. ونجوى مساء النور، مساء الخير. يلا نبدأ مواصلة لحديثنا. احنا حكينا في المحاضرة السابقة عن الوحدة الخلود، نواتج السلوك، وحكينا فيها عن قياس تقييم الأداء الإنتاجية والرضا الوظيفي موضوعين. من خلال هذه المحاضرة أيضا عايزين نناقش موضوعين: ضغوط العمل والإحباط، حوانا الله وإياكم. يعني نشوف ضغوط العمل، ضغط العمل وده. هذه الضغوط هي عبارة عن حالة تنتج عند العاملين نتيجة لتفاعل هذا العامل أو الموظف مع البيئة المحيطة به. هذه البيئة مكونة من زملاء، من آلات، من مكاين، من قيادة، من نظم إدارية، من قوانين حاكمة للعمل، من هذه الأشياء الموجودة في بيئته بتضعه أمام مطب، بالتالي مطلب أو عائق أو فرصة. هذه البيئة اللي حواليك هي بتدخلك في هذه الحالة، ضغوط العمل. ضغوط العمل ممكن نقول عليها مجموعة من المتغيرات الجسمانية أو الجسمية أو النفسية اللي بتحدث للفرد. هذه المتغيرات تحدث للفرد ردود أفعال نتيجة لشنو؟ مواجهته للعديد من المواقف المحيطة به. هذه المواقف يبقى الآن مثلا عندك محاضرة، نضرب مثال بسارة، دائما سارة لأن الأجنبية زي يعني. سارة عندها أولادة، عندها زوجة، عندها عملها، عندها البيت، عايز تطبخ، عايز تنظف، عندها لا 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 المحاضرة، عندها عندها عندها. هذه الظروف اللي حواليك الحمد لله، هذه الظروف اللي حواليك سارة لو شخصيتها ما متأقلم على هذه تعمل لها ضغوط، ضغوط نفسية في العمل. إذا كان عليك أعباء كثيرة وعندك مدير ديكتاتوري وكان لك مهام عشان تنجزها، الكمبيوتر خسران، ما في ورق للطباعة، في نفس الوقت عندك أولادك مشي يوديون المدارس أو تجيون المدارس،
في نفس الوقت زوجتك اتصل عليك ماشي المستشفى، ده ده انسان ده ولا مجتمع كامل؟ دق الضغوط، هذه الضغوط حاله نفسيه، قد تكون حاله نفسيه ناديه عن التناقض بمستوى المتطلبات اللي بيواجهها الفرد، الفرد وقدرته على تحقيقها. في ناس بيعمل نفسه الضغوط لوحده، بيعمل اهداف اكبر من امكاناته، عايز يعمل علاقات واسعة، هذه العلاقات مكلفة في الزمن، مكلفة في المال، مكلفة في الجهد، على حساب صحته، على حساب أسرته، على حساب كذا. هو عايز يكون عنده سيارة، وعايز يكون عنده بيت، وعايز يكون عنده، عايز يكون عنده، عايز يكون عنده، وهو إمكاناته شخص عادي يعني. ده بدخل نفسه في إحباط بدون شغلة، ده بيمرض نفسه. لذا دائما نحن بنقول، انا اتذكر زمان في مقال كتبته في واحده من الجرايد، انا الواحد والامل والطموح شيء مشروع، لكن ينبغي على الفرد مننا طموحه واماله واهدافه تكون على قدر امكاناته، ما يرسم توقعات لنفسه اكبر من امكاناته، حيصاب بالاحباط، ممكن ينزوي، ممكن تجيب حاله نفسيه. هذه الضغوط حاله نفسيه ناتجه عن التناقض بين مستوى المتطلبات اللي تواجهها اللي بيواجهها الفرد وقدرته على تحقيقها. هذه الضغوط هي عباره عن حاله تنتج من تفاعل الشخص مع البيئة المحيطة به، أي كان هذه البيئة، كان على مستوى الأسرة أو على مستوى العمل. إحنا بنتكلم عن مستوى العمل، بنتكلم عن البيئة بتاعت العمل، جماعة العمل، المطلوبات الوظيفية، مسؤولياته، واجباته، شكل القيادة، ساعات الدوام وغيره. واضح الكلام ده يا شباب؟ نفهم من كده، واضح الكلام ده؟ ليليان، أماني، خلود، طهرة، سارة، شيماء، عزيزة الجديدة، علية، مها، نجوى، ممتاز. يبدأ نفهم من كده إنه بعض الباحثين بيركزوا دائما على البيئة الخارجية للفرد باعتبارها مصدر كبير جدا للضغوط. البيئة الداخلية ترى الواحد ممكن يتحكم في مشاعره، يتحكم في أحزانه، يتحكم في أفراحه، يتحكم في أولاده، يتحكم في نفسه، يتحكم على حسب دخله، اكله، شرابه، دي مقدور عليه. لكن المشكله الكبيره اللي تواجه الفرد دائما البيئه الخارجيه، بتوصل ضغط كبير، الاوضاع السياسيه والاوضاع الاقتصاديه وجماعه العمل والقوانين المنظمه للعمل والمطلوبه، دي صعبه. بعض الكتاب بيفتكروا انها ناشئه دائما من صعوبات ومعوقات، دائما لما تجيب عقبه امام الشخص هو عايز يجبر حاجاته ورغباته، لكن وعنده طموح، لكن في عقبات. امكاناته الماليه ضعيفه، في ناس عندهم افكار لكن ما عندهم مال، في ناس عندهم مال لكن ما عندهم افكار، في ناس عندهم، وهكذا. هذه الضغوط تاثيرها دائما يكون سلبي، في كثير من الاحوال بتكون سلبي. حنشوف في ضغوط ايجابيه بالمناسبه، العشره في ضغوط قد تكون ايجابيه تدفع الشخص لمزيد. انا شخصيا على المستوى الشخصي ما بنجز الا لما كنت في الضغط، لما كنت في الضغط بنجز بدرجه كبيره يعني، ما ضغط طوالي يعني باستمرار، لكن لما ادخل نفسي في الضغط يعني. انا اتذكر وانا طالب انا بكون ممكن اكون موجود في المكتب بتاع الجامعه من الساعه 8 صباحا الى 10 مساء، طبعا الجامعات من هناك مفتوحه الى وقت متاخر يعني، بكون بدرس. زهره بتقول ما تطلع عندها الشرايح، مالها الشرايح طالعه مع الجميع يا شباب. اطلع يا زهره من النظام وادخلي ثاني، هتكون عندك مشكله بتاع الشبكه. بيبقى دي الضغوط كمفهوم. بيبقى هذه الضغوط عندها ثلاث عناصر عشان ما يحصل ضغط للفرد
العامل او الموظف للشخص او لاي شخص مننا بثلاث عوامل او عناصر رئيسه. لازم يكون في مثير. ايوه يا علي، انظر بالنصف المليء من الكوب، دائما ما تنظر بالنصف الفارغ. بعدين امر الانسان، دائما خلق الانسان في كبد متاعب وصعوبات. وانا شخصيا عندي قناعه ان الحياه للافضل للاقوى للشخص صاحب الشكيمه والاراده ما تنكسر من 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 من, 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 من اقل تجربه. المساله دي لها علاقه بالتنشئه والاعتماد على النفس. انت لما تكون انت صغير والديك بيعملوا لك كل شيء في الحياه وبتبقى كل شيء. اهو انتم بنات كلكم، الدلع والدلال الموجود في البيت لما الواحد يتزوج ما حتلقاه، يمكن ما تلقاه، ما معروف، يمكن تلقاه في لا. بيبقى التنشئه وانت صغير. اهو انتم الان حتكون اسر. خلوا اولادكم يعيشوا التجربه. يجرب. نعم تبقى الرعايه مهم جدا تحت المراقبه، لكن ما تسهل كل الاشياء. بيبقى كل الاشياء بمتناول يده، بيتعلم على السهله. ده في اقرب محك لما يطلع من البيت ما بيقدر يواصل، ما بيقدر يكون علاقات. ممكن يصطدم في العلاقات، ممكن يصطدم في الحياه الجامعيه، ممكن يصطدم في المجتمع، ممكن 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 ممكن. ايوه يا ساره، التجربه والثقافه والعلم والاطلاع على تجارب الاخرين دي كلها اشياء بتقوي شكيمه وعزيمه واراده الشخص. ترى الحياه زمان كانت سهله، الاشياء بتمشي. الان اننا نعيش في حياه مليئه بالمتغيرات متجدده. ما بتضمن الا نفسك، ممكن صاحبك ما تضمنه، ممكن اخوك ما تضمنه. الناس بتطلع على ظهور بعض من اجل الوصول. بيبقى هذه الحياه بكل هذه المعوقات عايز الشخص صاحب الاراده، الشخص صاحب الشكيمه، الشخص اللي عنده حلول، الشخص اللي عنده اهداف. نرجع لموضوعنا، ما هي عناصر الضغوط؟ الضغوط لازم يكون في مثير، في منبه، في شيء حواليك، في شيء غلط، في شخص مضايقك، في اثنين متهاوشين امامك، في جماعه عمل ما مريحه، في مدير بيصدر قرارات عجيبه، في كمبيوتر ابى يشتغل معك، في مهمه كلفوك بها ما قادر عليها، مقدراتك ضعيفه. الصوت بيقول امان، بيقول الصوت يقطع. صوت واضح. البيئه المحيطه بك زي ما قالت ساره، في اشياء لا، ده المثير. بعدين تنتبه في شخص ضايقني، ده مثير. في شخص بيعمل في حركه مثلا، او في اثنين متهاوشين، او المدير في حاجه غير طبيعيه، ده مثير. بعد الخطوة الثانية من عناصر ضغوط العمل، العنصر الثاني اللي هو الاستجابة، بيبقى الاستجابة. ردة الفعل النفسية والسيكولوجية، خفت، حصل خوف، حصل قلق، حصل توتر، حصل إحباط، هنا بتظهر الشكيمة والعزيمة والتجربة والاطلاع والقوة بتاعت الشخص. في ناس بتنهار، في ناس ما عندها تجربة، في ناس بسيطة، في ناس عاشت حياة سهلة. يجي التفاعل مع هذه الاستجابة، فردة فعلك كانت كيف؟ إذا عملت كيف؟ وقفت الشخص اللي عند حده؟ ابتعدت؟ اتصرفت كيف؟ بيبقى فيها ثلاث عناصر في ضغوط العمل. مثير، استجابة، تفاعل. واضح الكلام ده يا شباب؟ أخيرا الزهرة ظهرت. تمام، واضح يا شباب؟
أماني خلود زهرة الزهرة سارة شيماء عزيزة علية نجوى. تلقى ما هي مصادر الضغوط العمل؟ ما هي مصادر هذه الضغوط؟ كثيرة كثيرة وبايخة، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة بتزعلنا، أشياء كثيرة بتقلقنا، أشياء كثيرة بتضايقنا. أشياء خارجية، في ناس أنا مثلا أنا شخصيا عندي اهتمامات سياسية، أنا شخصيا أحترض السياسة يعني. بيبقى لما أشوف مشكلات سياسية في الدول العربية، لما أشوف مشكلات سياسية حول العالم، لما أشوف أزمات سياسية، أزمات اجتماعية، أزمات اقتصادية، أزمات في التشريع والقوانين، قوانين كثيرة، أشياء محددة للحرية، أشياء أشياء، أنا بتضايق. ناس كثيرين بتضايقوا، الأداء الخارجية تؤثر على العديد من الناس. والأخبار الرياضية، نعم الآن تصدق ولا ما تصدق، أنا الآن فاتح أمامي القناة الرياضية شغال، ما الكلام ده ما يصح بالتسجيل، لكن أنا واحد من الناس اللي عاشق لكرة القدم يعني، مثلا ضايق جدا لما فريقك ينهزم، يبقى في أشياء في البيئة الخارجية تضايق. الأسرة في البيئة الخارجية توقعاتهم خلاص، عادي الكبير وعادي يتخرج وعادي عمل ماجستير وعادي عمل دكتوراه، عادي المفروض يصلح البيت، عادي المفروض يجيب فرش جديد للبيت، عادي المفروض يعمل كذا وعادي المفروض يعمل كذا، وما عارفين المرتب كم، وما عارفين عادي يتزوج زوجته عايزه شنو، وما عارفين اولاده عايزين شنو، وما عارفين ما يعني عادي المغترب ما عارفين انه الحياه كيف، ما عارفين انه الشهد نصرها بيقروا مدارس انترناشونال اللي بدفع كذا وبدفع كذا، وما عارفين اخوك اتصل عايز جوال، اختك اتصل عايز ايباد، ابوك اتصل عايز كذا. توقعات الاسره ده ضغط كبير جدا. الان مثلا الان موجودين في بلدانهم، لكن الناس الموجودين خارج بلدانهم دائما امال وطموحات الاسره تكون كبيره عليها، انت اقتربت عشان تجيب، ضغط نفسي كبير في ظل ظروف اصلا ضعفه، ده ضغط. انت الان مضطر، الان انا شغال لحد الساعه 11 ونص عشان اقدر اخذ فلوس عشان اقدر انجز بيها اشياء، انت ده ضغط. ايوه يا ساره كلام صعب، ضغوط. الان انا بجلس ساعات طويله وعاني مثلا من غضروف نتيجه للجلوس لساعات طويله عشان احضر عشان اعمل وعشان اعمل وعشان اعمل وعشان ادي محاضره وهكذا. الجديد هنشوف بعد شويه الاثار الناتجه منها. الاحداث الشخصيه اللي بتمر عليك دي بتوصل ضغط، تتفاجأ انت كنت متوقع ان طلابك ديل مميزين وكذا اصبح مؤمن، ده مشكله. انت متوقع ان صاحبك ده حبيبك ولذيذ ولطيف وكذا وكذا، تفاجأت فيه. الحاجات اللي بتمر عليك اليومية، تأثير شخصية الفرد نفسه، في ناس بطبيعتهم نيرفز، بطبيعتهم قلقان، زهجان، متوتر، يوتر اللي حواليه، بطبيعتهم خايف باستمرار مثلا، ده أيضا ضغط، ده ضغط جاهز، ده ممكن ده يعني الناس زي ده أنا ببعد منهم لانه بيصدر الضغط ليه؟ في العمل ما في صاحب بيصاحبك فعلا، في انجاز فقط، يشتغل شغلك. ايوه يا ساره، يصدر الطاقه السلبيه لينا. ايضا من مصادر الضغوط عدم توافق شخصيه الفرد مع متطلبات العمل والتنظيم الرسمي وظيفته وكذا. ده هو شغال غصبا عنه يعني، لكن ما متكيف، ما مبسوط، ما مرتاح. مشاكل الخضوع للسلطة وللمدير، إرضاء المدير والرئيس المباشر وكذا يعني.
تفضل يا سارة. ايوه بعد ما توضعتم اهو مكتوب رقم 5 سبابه. شنو؟ مين سبابه؟ انت بتكون مقدم على وظيفه، يعني مثلا مقدم على وظيفه واشتغلت في مؤسسه، انت بتسلم الوظيفه لكن والله ما عجباني. اهو ليليان بتقول خبراتها 20 سنه وبعد ده زهجانه شغاله لكن مجبوره تشتغل، مو عاجبها المدير، يمكن ما تكون عاجبها البيئة، ممكن ما تكون ما لاقي نفسها. هنشوف يا ليليان، هنشوف بعد شوية كيف تتغلب. أيضا من مشاكل وضغوط العمل اختلال العلاقات الشخصية بالعاملين، إشكالات بينك وبين الزملاء، بين الجروب، ده أيضا الحسد الفظيع. أيوه يعمل اشكالات. صعوبة العمل بتقوم بيه، بعض المرات في ناس كثيرين موجودين في وظائف لكن هم اهل لها، ما جاوا بطريقة، جاوا بواسطة بمحسوبية بكذا بكذا وما جدير بالوظيفة، بالتالي تلقى امكاناته اقل من الوظيفة. ده تكون داخل في ضغط باستمرار باستمرار لانه ما قادر يعمل، ما قادر باستمرار لانه هو ما قدر هذه الوظيفة. غموض الدور اللي بتقوم به في المؤسسه، ما واضح دورك، انت شغال شنو ما واضح. ده ضغط. انا ما اعرف والله شغال شنو، بمشي العمل وبجي العمل كده. ما مهم انا مهم، ما مهم كده. التنافس على الموارد داخل المؤسسه ايضا بين الادارات المختلفه يسبب ضغوط. لدرجه انه في الاجتماعات تشاكلوا اداره التسويق، تشاكل الاداره الماليه والاداره الماليه تشاكل اداره المشتريات كده. ايوه يا ساره ده غموض الدور. نعم اختلال البيئه بتاعت العمل الماديه، التجهيزات، التكييف، الاضاءه، المواد بتاعت السيارات، الكذا، دي كلها ضغوط وغيرها من الضغوط. واضح الكلام ده يا شباب؟ واضح؟ ممتاز، ماشيين كويس. واضح. هذه الضغوط معروف انها اثار سلبيه كثيره، لكن الجديد بالنسبه لنا انه عندها اثار ايجابيه. بتخلي الواحد يفكر في عمله وكيف يطور نفسه وكيف يتماشى مع العمل. خليني افكر كيف انجز. انا الان في ضغط، عندي محاضره الساعه 5:15، عندي محاضره الساعه 9:15، عندي محاضره الساعه 10، عندي محاضره الساعه 10:45 دقيقة، عندي مقرر المفروض أدرس كذا محاضرة وهكذا. بيبقى أيوه صحيح ليليان، والله حاجات بسيطة تلقى من الحبة يعمل كبة، عايز يسهر عن حسابك. من الآثار الإيجابية التركيز على نتائج العمل، أنا أنجزتها ولا ما أنجزتها. من الآثار الإيجابية أنت بتكون عندك بعد كده خبرة في التعامل مع أحداث كثيرة، بالتالي تقدر تنفعل أو تعبر عن انفعالاتك ومشاعرك. خلاص إن شاء الله تبكي، إن شاء الله تفرح، إن شاء الله تضحك، إن شاء الله أنت عندك خبرة نتيجة للضغوط الكبيرة أو الكثيرة المورثة عليك. أيضا هسه الآن ليليان بيكون عندها خبرة في التعامل مع الأشخاص الموجودين حواليها. والله هجيب كلام عجيب، أنا الآن جوعان والله لأني جالس من الساعة 5:15 من محاضرة لمحاضرة قهوة بس، وجيت من الجامعة الساعة 2 وحاجة. خلاص يعني انا اكون زهجان؟ لا ابدا، انا والله بيناشر مبسوط جدا، مبسوط جدا بيكم والله، والله انا حافظتكم جدا ترى، والله جيل جميل والله، نحيف جدا. ايوه نحيف، نعم نحيف يا صاحبي نحيف. يلا من الاثار الايجابيه ممكن
تعود لحالتك متى وتعرضت لحالة نفسية، يكون عندك تمارين تمرنت خلاص يعني. دي آثار إيجابية، لكن آثار السلبية كبيرة طبعا. في آثار سلبية على الشخص نفسه، وفي آثار سلبية على المؤسسة. آثار سلبية على الشخص زي شنو؟ تجيه اضطرابات في الوزن، فقدان للشهية، مشاكل صحية، مشاكل جسدية، أعراض نفسية، أعان الله إياكم، مثل الحزن والكآبة، أمراض جسدية وصحة بدنية زي الصداع والسكري وكذا. تسلم يا رجال، تسلم يا شيماء. تبقى دي آثار السلبية على الشخص. ما هي آثار السلبية على المؤسسة؟ يكون في غيابات من العمال، في مشاكل، في تدني لمستوى الإنتاج، في زيادة للتكاليف المالية نتيجة للتأخر وعدم العمل وكذا، في استياء في جو العمل، في عدم رضا وظيفي، في غياب، في تأخر عن العمل، في ارتفاع لمستوى معدل الشكاوى والتظلمات، كل واحد يشتكي الآخر، عدم الدقة في اتخاذ القرارات، في عدم اتزان في العلاقات، في سوء علاقات بين الأفراد، في تسرب وظيفي، ناس يخلوا العمل يتركوا العمل ويمشي. دي آثار كبيرة جدا للضغوط على المؤسسة وعلى العمل على العامل. واضح الكلام ده يا مهيرة، نجوى، مها، ليليان، علية، عزيزة، شيماء، سارة، زهرة؟ ممتاز. نبدأ نعالجها كيف؟ زي ما سألت قبل ليليان، كيف تعالج المسألة دي؟ في استراتيجيات للتعامل مع ضغوط العمل على مستوى الفرد وعلى مستوى المنظمة. على مستوى الفرد يعمل شنو العامل؟ يعمل شنو؟ أول حاجة التأمل والاسترخاء، التأمل. يحاول يرتاح، الهدوء، الراحة الجسمية، اجلس كده تسطح كده وتأمل في قدرات الخالق. شوف ربنا دخلك كيف، شوف ربنا دخلك الكون كيف، شوف انا صحيح كيف، شوف انا نظري كيف، انا جميل والله، انا والله عيوني واسعة، انا والله ربنا ده اداني اكثر مما املك، ربنا ده عمل كده، خلق الناس كيف. في تطبيق بالمناسبة هديكم عليه بتاع السيرة النبوية، انا بنوم بيه مباشرة يعني، انا اصلا بسمع الاخبار لكن او قصص الانبياء، شوف الناس دي كانت عايشة كيف، الان احنا عايشين في نعيم كيف. تنسى حالتك، تطلع من مودك، تطلع من جوك، تطلع من جوك حقيقة. بالمناسبة استرخاء وتأمل وفي نفس الوقت يكون عبادة. يعني أنا مثلا أركب السيارة، للأمانة أركب بحمد ربنا كثير جدا إنه عندي بيت وعندي سيارة وعندي أولاد وعندي زوجة وربنا يحميهم. شوف بالله أنا كنت وين وبقيت كيف، أبناء جيلي بيعملوا في شنو، وأنا الآن عملت شنو، أنا عملت ماجستير، عملت دكتوراه، صحتي سليم. يا أخي ده دي نعمة والله، أنا شايف نفسي أحسن زول واحسن شخص في الدنيا والله، والله انا حاسس بانه انا افضل شخص في الدنيا. دي طريقة. في طريقة تانية للاسترخاء، اعطي فرصة لنفسك، ريح عن العمل، خذ اجازة. من اكثر الناس حب الاجازات او السفر وكذا اخوان السعوديين او الخليجيين بشكل عام، يعني الناس شايفينها نوع من انواع الكشخه. لا ما كشخه، انا بسترخي، بغير جو، لو عندي قروش اما بنعمه ربك بحدث. اصلا ايه القروش والاعمال؟ شنو
عشان مش القروش بنحبها عشان القروش، القروش عشان متعبها نفسي، برفع عن نفسي ايوه، لكن ما يكون الترفيه على حساب اشياء اخرى، ما استدين عشان اركز، ما تبقى نوع من انواع الشو يعني. لكن اذا انا عندي فلوس استرخاء مطلوب، اغير جو. ايضا التركيز على اداء نشاط ذهني، يعني مثلا لو قلت لكم انا بلعب لودو هتضحكوا، يقول الدكتور ده يستهبل علينا ولا انا بلعب لودو، انا بلعب كاندي كراش، موجوده مجموعه من الالعاب موجوده عندي في الجوال، بتطلعني من المود اللي انا فيه والله والله، يعني لدرجه انا بلعب، ما عايز اقول لك ادمان، لكن قدر ما اكون بلعب الان الجوال من اخر محاضره قبل ما اجي المحاضره اللي قبل اللي قبل دي كنت شغال، فزت جبت مليون كده يعني، بستمتع جدا، بطلع من المود اللي انا فيه. ترى من اهم هذه الالعاب بس ما تكون ادمان زياده من اللزوم، ده نشاط ذهني يطلعك من الحاله اللي انت فيها لحاله اخرى. ايضا التمرينات الرياضيه، معرفه شخصيتك ويبعد حاجاتك، ايضا انه تكون عندك اهداف، تحدد اهداف واضحه، دي كلها استراتيجيات للتعامل مع ضغوط على مستوى الفرد. واضح الكلام ده يا شباب؟ الكلام ده ثقافي ذاتك، ثقافي، غير انه انت دي محاضره وهتزعل منها وهتجيب A وتجيب B او تجيب A بلس، ثقافه ذاتها. اما استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل على مستوى المنظمه، المنظمه عشان ما تدخل نفسها في ضغط مفروض تطبق مبادئ الإدارة والتنظيم، مفروض تسمي وظائف عندها معنى بالنسبة للأشخاص عشان ما يكونوا في فراغ ولا يحسوا بأنه مفروض، مفروض أيضا يكون عندها نظم للتطوير ونظم لاختيار العاملين، يقوم نختار أفراد، أفراد لديهم القدرة على التعامل مع الأنماط المختلفة والمواقف المختلفة عند الاختيار. صار تقول الصوت، صوت ماله صوت شباب، صوت واضح سريع، ايوه السلام، نتكلم سريع. ايضا من استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل تحديد لمتطلبات الدور لكل شخص عشان ما يكون في تعارض بين الوظائف وبين الادارات، ترتيب بيئه العمل، ترتيب بيئه العمل الماديه، التجهيزات اللازمه لاداء اي وظيفه داخل المؤسسه، التهويه، الاضاءه، الاجهزه، الالات، الكذا، نظام المكافآت يكون كويس، نظام المرتبات تكون واضح، نظام الترقيات تكون واضح، تطبق مبادئ الاداره والتنظيم. ما بيحصل اي ضغط، واضح الكلام ده يا شباب؟ واضح. هل مهمة دراسة ضغوط العمل؟ نعم مهمة، لأنها بتحمي إليه متخذ القرار من القرارات الرعناء والهوجاء الخاطئة اللي بيتخذ تحت الضغط، هي مهمة لأنها دائما بتأكد على ربحية المنشأة وتحقيق أهدافها من غير ضغط، هي تحمي المنفذين أو التنفيذيين من عشوائية القرارات وازدواجيتها، هي مهمة لأنها بتوفر الظروف المناسبة والجو الصحي المناسب في بيئة العمل، هي مهمة دراسة الضغوط لأنها بتؤدي لزيادة الإنتاج والإنتاجية، هي بتنمي مهارات التواصل السريع والتعامل الفعال مع كل الضغوط اللي تواجهها المؤسسة داخلية وخارجية، هي بتزيد روح التعاون وسيادة روح الفريق بين الرئيس والمرؤوسين، هي بتحقق الرغابة الفعالة والمتابعة الحثيثة للسلوكيات الإدارية للمديرين والعاملين في كافة المستويات. يبدأ هي مهمة دراسة الضغوط، دي النقطة الأولى، ضغوط العمل. واضح الكلام ده يا شباب؟ أيوة مهمة حتى على الصعيد الشخصي يا زهرة، صحيح؟
نشوف النقطة الثانية، الإحباط، حمانا الله وإياكم. شنو الإحباط؟ إنك تكون عايز تصل لحاجة وما تقدر، باختصار كده حالة شعورية عن عدم الارتياح عندما يواجه الشخص موانع تحترز حوافزه عشان يجبي حاجاته ورغباته، أو هي عبارة عن شعور الفرد بالتوتر نتيجة لعدم تحقيق الأهداف. عشان كده من الأول أنت تضع أهداف على قدر إمكاناتك. أيوة، ما تحاول تسلق جبل وأنت تكون رجلك مكسورة مثلا. أيوة، كل ما يطلع ما عندي إمكانات للتسلق. لذا عشان ما تدخل في الإحباط دائما دائما خط أهدافك على قدر إمكاناتك. هنا عندنا مثل بلدي، أهالي كده في السودان يقول لك والله يا أخي الشخص ده لأنه زارع في السماء، زارع يعني عامل مزرعة في السماء، ده شخص زارع في السماء. أو يقوم يقول لك عندنا مثل برضو أهالي يقول لك مد رجلك على قدر لحافك. أيوة، ده عندنا يا سارة، أنا عندي قصة جميلة في المثل ده لكن ما حاقوله لأنها بتاخد وقت. نشوف هذا الإحباط ما هي مصادره. في مجموعة من المصادر، في عوائق داخلية ذاتية جاية من الفرد نفسه، وفي مصادر لهذه الإحباط خارجية، عوائق خارجية. الذاتية يعني من داخل الفرد بيكون ضعيف، شخص ضعيف ما عنده روح المبادرة والمبادرة، ما عنده، ما بقدم مقترحات، شخص ما عنده حلول، شخص ضعيف، شخص تربيته كان فيها إشكالية باختصار، يعني تجربته في الحياة ضعيفة، عوائق داخلية ما يقدر يواجه المواقف المختلفة، الأمور المعقدة ما يقدر يواجهها، خبرته ضعيفة، بيبالغ في توقعاته عن نفسه، ده إحباط جاهز. يا أخي أنت مقدراتك بسيطة، ما تزرع في السماء، مد رجلك على قدر لحافك، يعني لا تغالي في إمكانياتك وتقديرك لإمكانياتك، ما تخط لنفسك حاجة أكبر منك. ايضا الاعاقات الذاتيه لكثير من الناس بتمثل احباط، في كثير من الناس المعاقين وربنا يقدرهم على انه يعيشوا حياه جميله ايضا بتمثل احباط. ايوه صحيح، الاحباط دي عوائق ذاتيه، مشكلات في الشخص نفسه. وفي عوائق خارجيه، هو شخص سليم وممتاز وغير محبط لكن في عوائق خارجية. زي شنو؟ عدم إتاحة الفرصة للفرد عشان يبرز إمكانياته للآخرين قدر ما يتكلم. ثم اصمت يا أخي، نجتنا بسكاتك. ترى بمناسبة الكلام ده مشكلة في التربية أنا ألاحظها، يعني يا خلي الأطفال يعبروا. هذا العقيل أول مرة تحضر، ونحن انتهينا من المحاضرة وهو المحاضرة ليها تقريبا. وعليكم السلام ومساء الخير، أكيد جاية رايحة كده، يعني جاية بالغلط، دخل بالغلط. يا هلا، وينك من زمن؟ بيبقى واحدة من المعلقات الخارجية عدم إتاحة الفرصة، ما قادر يعبر، الناس ما بتديهم مساحة. وترى بالنسبة الكلام ده في التربية، أشوف دائما في بعض الآباء والأمهات والأخوان الكبار، يلا صار الصغار اسكت، اصمت، لا تتكلم، لا تعمل كده. دي مشكلة، يحطموا شخصيته. لا، خلي الناس تعبر، خليني أعبر عن مشاعرك، عن مشاعرك، اسمع انت، خذ المفيد وخلي الما مفيد.
في صاب انت خايف لانك قاعد تعمل كذا وكذا، وانه الشخص ده بيعمل لك كذا وكذا وهيغدرك، تتفاجأ بانه لا يراعيك ولا. ايوه ترسل في المسيجات ساي، والشخص الثاني ولا شغال بيك، يعني ده اهداف. ايضا عدم اهتمام المحيطين بالفرد بقدراته. يا اخي انا عندي قدرات كبيره وامكانات كبيره، لكن الاخرين يتجاهلوا وما بقدروني، زي كده بضحك على ناس اخرين يقدروا. يا اخي مثلا انا صوتي جميل مثلا بغني، الناس ما بتجيب عندي مثلا، يحبطوك. لو عندك موهبه ما يخلوها تتفتق وتنمو. الاقلال من اهميه الشخص وقدراته دي مشكله برضه. تقليل، انا اشوف بعض الاسر وبعض الناس يقلل لي، يا اخي انا اولادي ديل وزوجتي ونفسي لو ما عظمتهم عظم مين؟ يعني اجمل الاشياء عندي حتى لو فيهم اشكالات. ده ولدي، ده اخوي، دي اختي، دي زوجتي، ده والدي، دي والدتي. انتشار بعض الظواهر المرضية في البيئة زي الفساد والمحسوبية ده ايضا يؤدي ايضا للاحباط. تتفاجأ بانه في سرقات وفي محسوبية وفي الحرمان المادي، ما عندي. ده ايضا واحد من الصدمات، خاصة في ظل العصر الحالي والشباب، وكل الشباب راكبين سيارات، كل الشباب عندهم جوالات جميلة، كل الشباب عندهم وانا ما عندي. ده الحباب جاهز. طبعا التنشئة والتربية من الاول لو كان سليمة اصلا هو ما كان فكر في السيارات والجوالات والاشياء، بفكر على قدر قدراته امكاناته. ايضا الظروف المادية المحيطة بالشخص والموت موت الآباء والأمهات كده، يعني دي مصادر الإحباط. واضح الكلام ده يا شباب؟ محاضرة حزينة ولا ما أعرف أقول محاضرة شنو، يعني محاضرة عجيبة أنا نفسي انفعلت فيها. يعني في سلوكين، في شخصين في العالم، واحد عنده سلوك يعني محفز، سلوك جميل ونتمنى كل الناس سلوك يكون، وفي سلوك محبط ومحبط. السلوك الجميل صعب، السلوك الجميل زيكم كده، ده شخص بيحاول الفرق، بيحاول يدرك العالم حواليه، الناس بتفكر كيف الاشياء كيف، دفع بالسلوك الجميل، بحاول يدرس الواقع، عرف الواقع، بيحدد اهدافه وعلى قدر امكاناته يحاول يحققها، بيقوم بتحديد الطرق والوسائل اللازمه كيف يحقق هذه الاهداف، بيحاول يتحصل على معلومات مرتده عن البيئه اللي حواليه وتقييم نجاحه وفشل لتحقيق اهدافه. ايوه ممتاز يا خلود، العالم الان صاحب الاراده القويه. وانتوا الان زوجات المستقبل، الراجل نفسه ما تخلوه يسيطر على كل زمام الامور. نعم احنا في مجتمعات شرقيه، مجتمعات ذكوريه، نعم يحقوه حقه، لكن ما تقلل من قيمتك. قللت من قيمتك الان، بكره ايضا، بعد بكره، بعد شويه حمسح عليك الارض. يكون في تبادل، احترام متبادل. انت لو قللت من قيمتك ربنا بحاسبك. انت ربنا خلقك انسان معزز مكرم كذا، لو قلت نفسك من يهن يسهل الهوان عليه، من يهن يسهل الهوان عليه، خلاص بيبقى. ايضا صاحب هذا السلوك الجميل المحفز في حالة الفشل بيحاول بطرق مختلفة،
إلى أن يصل، ما بيحبط. أما صاحب السلوك المحبط ده ومحبط أصلا، سلوكه بيتصل بالجمود، تكرار دون تنوع، ما بيوجد طرق كثيرة. إذا فشل بيسلك نفس الطريق أيضا للفشل، أيضا بيؤدي لفشل آخر. سلوك عادي غير متجدد دائما يصيب الفرد بخيبة أمل. سلوك ما في بدائل، مجبر إجبار، ما في بدائل سلوكية بيختار من بيناتها. انعدام التعلم من التجربة، ده شخص ما بيستفيد من أخطائه، حمان الله وإياكم. ديال السلوكين ما هي نتائج الإحباط؟ الواحد لما يحبط حمان الله وإياكم ممكن يكون عدواني، ممكن يكون بتاع تبرير مبررات، يقول لك يا أختي ده مبرراتي، لا والله حصل لي كذا لأنه كذا، أنا كنت هعمل كذا لأنه كذا. في بعض الناس بينطوا ينسحبوا يبتعدوا ما بيجازفوا، في واحدين بيحاولوا يغيروا هدفهم لنفسهم، في واحدين بيتراجعوا ويتقهروا. ده أصحاب السلوك المحبط، بل دي نتائج الإحباط، حمان الله وإياكم. أيوة للضعفاء الكلام ده، للضعفاء. ما هو علاج الإحباط؟ أيوة القلب يواجه طرق الإحباط. العلاج الإحباط على مستوى المؤسسة، إنه المؤسسة تقوم بوضع أهداف واقعية وممكنة وقابلة للتطبيق ويبغى لإمكاناتها، دائما تؤكد على الأهداف المرسومة، بتقع دائما في مهارات، في مسار المهارات، ما يكون أهدافها كبيرة ومهارات العاملين ضعيفة. لما تعبر تختار دائما وتعين أفراد عندهم ثقة عالية بنفسهم، ما يكون جاي عند الواسطة والمحسوبية، تحاول تعد المناخ الملائم والمشجع للسلوك المحفز يعني، والحد من المعوقات والصعوبات اللي تواجه الناس في العمل. واضح الكلام يا شباب؟ محاضرة أليمة، محاضرة أليمة. بعدها مباشرة الواحد ياخذ جيم بتاع كاندي كراش أو لودو. عملت له ضغط. إن شاء الله يكون استمتعنا، عرفنا معلومات كثيرة، ما أكون صدرت لكم ضغط ولا حاجة. دي تبصرة، محاضرة فيها تبصرة توعية. إذن هنا أخذنا ضغوط العمل والإحباط. غدا إن شاء الله نشتغل التغيير والتطوير التنظيم. عندنا كويز الآن والزمن يتأخر. في أحد عنده سؤال قبل الكويز؟ عندنا كويز الآن، تسلم سارة، تسلم تسلم. ترى بالمناسبة أنا أحب طلابي جدا، أنا شخصيا حافتقدكم يعني لما تنتهي حقيقة والله. ترى أمس أنا دخلت على التليجرام أفتش في القناة ما لقيتها يعني، إن شاء الله إن شاء الله لليان. ممنوع الأرقام. يلا يا شباب، الكويز 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 من 7 أسئلة، أعطيكم له 3 دقائق ونشوف إمكانات الناس. يلا الكويز جاكم الآن، يلا يا شباب.
معلش ارجع، انا ارسلت الاجابات، انا زال في ناس شكرا على زال كده، في حد بيقول بدون طريقة ايوه ممتاز يا ساره، كملي ماجستير وانا معاه قلبا وغالبا ان شاء الله، حسن معدلك بشكل كويس كله ان شاء الله يجي. ايوه يا ساره ليه؟ ليش لا؟ ما تقدم شهادتك، تقدم شهادتك اصلا على حسب الجامعه، كل جامعه عندها حد ادنى من المعدلات، مثلا بيكون يقول لك 3.20 3.50 3 على حسب. في بعض الجامعات بيشتغل بالخبره وغيره يعني، كل جامعه لكن كويس، فكره جميله يعني. ان شاء الله واحلامكم كمان يا عم محمود، يلا تصبحوا على خير.